السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة حاجة 3D جديدة، ويا رب نستفيد جميعا ويا رب تعجبكم. ويلا بينا. هناخد النهاردة اسم عمار. ماشي يا جماعة، كتبنا الاسم اهو. هعمل لنا بإيدي كده كروكي، وبعدين بسطر بعد كده. ماشي يا جماعة، هنبتدي بقى نظهر الشغل دوت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يا جماعة كل اللي عملناه الرصاص الخفيف، هنبتدي نلون. هناخد الأولانية دي العظيم. يا جماعة بنسيح اهو، بنعمل لون رصاصي فاتح وهنعمل رصاص غامق. برضو اللي عاوز يتابع الثري دي الحلقات القديمة برضو هيلاقي اللينك فوق الحلقة، حلقات الثري دي القديمة.
تمام، زي ما انا ماسك القلم كده يا جماعه، ما حدش يمسك القلم واقف، ما حدش واقف القلم ويعمل كده وانت ماسكه وهو نايم كده، بحيث انه ما يعملش سنون في الصفحه. خلصنا اللون الخفيف، هنخش بقى على اللون التقيل. طبعا انت زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، اي اسم انت عايز تكتبه اكتبه، وباي شكل، مش شرط تكون بتعرف تكتب، يعني مش شرط تكون خطاط، الشكل اللي يعجبك اكتب الاسم واعمل الطريقة دي، هتلاقي معاك الثري دي باين اوي 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 اوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لازم خلصنا كده يا جماعة، هناخد حتة ورقة، احنا اتفقنا حتة ورقة أو قطعة قماش، ناخدها ونتنيها وهنعمل بيها دلوقتي تسريح الرصاص اللي احنا عملناه، أو تظل للعمارة 3D يعني. امسك الورقة يا جماعة اهو، وابتدي اعمل الرصاص اللي انا عملته اهو. عشان يبقى ايه الرصاص زي بعضه، ميبقاش فيه زي شخبطة كده. قلنا يا جماعة الظل مهم جدا 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 في الثري دي. كده احنا خلصنا، هنقصها بقى، هنمسح الرصاص الزيادة وهنقصها. يلا نقصها بقى نشوف ايه الوضع هيبقى عامل ايه. نبتدي يا جماعة نقطع
الله ينور يا حبيبي. بص يا جماعه كده خلصنا بفضل الله، باينه قوي اهي، ولفها لكم كده ولفها لكم كده اهي. لو انتوا شايفين انه الثري دي تمام، حد علق لنا بقى يقول لنا الدنيا شايفينه مش تمام، قولوا لي مش تمام، يعني عاوزين نشوف تعليق، نسمع تعليق، نشوفكم كده يا جماعه معانا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس.